صلاح السعداني عمدة الدراما المصرية وواحد من العمالقة في وسط جيل من الحقيقة من الفنانين المبدعين الكبار، الجيل اللي يعني يمكن الأيام اللي فاتت بنفقد منه واحد ورا واحد، وهم بيمثلوا لنا الحقيقة تاريخ كبير مليان فن، و جوه كل وجدان المصريين الحقيقه اساميهم محفوره. الفنان الكبير القدير صلاح السعداني في ذمه الله، بعدي كل الوطن العربي في الفنان صلاح السعداني. الحقيقه الناس كلها من الصبح بتتكلم عنه وبتتكلم عن ادواره ومسيرته الفنيه الطويله الموجوده لاكثر يعني يمكن من نصف قرن، نتكلم من 60 عام من العطاء قدم فيها الفنان صلاح السعداني عشرات الادوار المميزه والهامه جدا، والناس كلها من الصبح بتتكلم عن ملحمه ليالي الحلميه، ارابيسك، دول الحقيقه كانوا علامات فارقه في الدراما المصريه محدش يقدر ينساهم، والحديث عنهم لازم يروح على طول لصلاح السعداني. السينما رصاصه لا تزال في جيبي، اغنيه على الممر، ويعني افلام كتير، الارض، اليوم السادس.